فازت السويدية لورين زينب نكة الحاوي بمسابقة يوروفيجن للأغنية ليلة أمس والمقامة في العاصمة الأذربيجانية باكو. وحصلت لورين البالغة من العمر 28 عاما على أعلى نسبة أصوات عن أغنيتها إيفوريا من بين متسابقين من 42 دولة مشتركة في السباق. ولورين هي من مواليد ستوكهولم وهي من عائلة مراكشية، وتابع نحو 100 مليون شخص هذه المسابقة من على شاشات التلفزيون حول العالم. روسيا فازت بالمركز الثاني فيما جاءت صربيا في المرتبة الثالثة.